بوم اف ام. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. كنز النبي النهارده صلى الله عليه وسلم في رد فعله مع موقف مع امهات المؤمنين، احد زوجات النبي عليه الصلاه والسلام. موقف بيعلمنا ازاي نتعامل في اللحظات اللي مش طبيعيه، اللي فيها مشاعر ممكن تؤدي لتصرفات تبقى مفاجاه. الحديث بيقول عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان عند احدى امهات المؤمنين، فأرسلت أخرى بقصعة فيها طعام، فجاءت صاحبة البيت اللي هي النبي كان عندها من أمهات المؤمنين، فضربت يد الرسول صلى الله عليه وسلم فسقطت القصعة فانكسرت، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكسرتين فضم إحداهما إلى الأخرى فجعل يجمع فيهما الطعام ويقول: غارت أمكم غارت أمكم، كلوا. فأكلوا حتى جيء بقصعتها التي في بيتها، فدفعها صلى الله عليه وسلم إلى الرسول وترك المكسورة في بيت التي كسرتها. خلص الحديث. حديث بيقول أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان في بيت أحد أمهات المؤمنين، ويقال أنها السيدة عائشة. فهو قاعد هو وأصحابه في بيت السيدة عائشة، بعض زوجاته ويقال أنها السيدة صفية وكانت طباخة ماهرة، بعتت طبق فيه أكل، طبق فخار كده مليان أكل. فالسيدة عائشة غارت جدا، يعني هو ده يومي وهو قاعد عندي، يعني أنا ما بعرفش أعمل أكل مثلا، ولا عايزة الأكل بتاعك يتقارن بالأكل بتاعي فيقولوا إن أكلك أحلى من أكلي، فحصل نوع من الغيرة. فقامت والنبي شايل القصعة اللي هي الطبق الفخار ده، قامت زق إيد النبي فقام وقعت القصعة على الأرض فانكسرت. يوطي النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض وياخد الحتتين الفخار يلزقهم في بعض كده ويلم الأكل ويقعد ياكل هو والصحابة، وهو بيقول: معلش غارت أمكم غارت أمكم. ويقوم واخد الطبق بتاع السيد ويقوم واخد الطبق بتاع السيدة عائشة ويرجعه للسيدة صفية لأن حقها، لأنها كسرت لها الطبق بتاعها. دي القصة يمكن كتير مننا نعرفها، لكن علماء النفس ليهم كلام رائع في كنز النهاردة. كنز النهاردة في مراعاة النبي صلى الله عليه وسلم للمشاعر المستحوذة. في مشاعر جوه الإنسان يا جماعة بتستحوذ على قلبه، فتوجه تصرفاته لبعض التصرفات اللي ممكن تبقى صح وساعات بتبقى غلط، منها مشاعر الغيرة. الراجل أو الست لما بيكون غيران ممكن يعمل تصرفات مش صح. سيدنا محمد في كنز النهاردة كان بيراعي تصرفات السيدة عائشة اللي ممكن تكون وهي من أمهاتنا وعلى رأسنا، لكنها مش معصومة، تصرفت تصرف ممكن ما يكونش ده المفروض اللي يحصل. سيدنا محمد كان مراعي، لأن الغيرة أصلها مشاعر حب وتعلق ورغبة في الشعور بالأمان. فالسيدة عائشة من كتر غيرتها وحبها للنبي وتعلقها بيه وأنها نفسها تحس بالأمان دايما أن هو بيحبها ومتعلق بيها، لما شافت الطبق دخل بيتها ودي ليلتي وده يومي أنت ليه بتبعتي أكل من عندك، قامت ترمياها بده في الأرض كده، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يراعي: معلش هو كان المفروض من الأول ما يتبعتش الطبق ده عشان ما يثرش المشاعر دي. فسيدنا محمد يلم الأكل بالراحة. خدت بالك سيدنا محمد نسي حظ نفسه؟ أي حد مننا كان يقولها: إزاي تعملي كده قدام الرجالة ومنظري قدام الناس وشخصيتي ومقامي والكلام ده؟ لكن سيدنا محمد راعى إنها ما كانتش قصده، إنها ثارت بسبب الغيرة، فإذا بيوطي على الأرض صلى الله عليه وسلم ويلم الأكل، لكنه كان واخد باله إن ممكن بعض الصحابة يتضايق من السيدة عائشة إنها عملت كده وضربت إيد النبي فوقع منها القصعة أو الطبق اللي كان فيه الأكل، فإذا بيقول: غارت أمكم، يعني أي حد فيكم ممكن يزعل، دي أمك، أمهات المؤمنين أمهات لينا، مهما حصل ما تزعلش منها، غارت أمكم رضي الله عنها. كأنه بيقول دافع الفعل أيها الصحابة من أم المؤمنين الغيرة والحب، ودي أمكم، اوعى حد يشيل في قلبه أو يزعل من هذا التصرف. لكن الكنز الحقيقي في هذه القصة أن سيدنا محمد كان بيراعي هذه المشاعر اللي ممكن تدفع الإنسان لتصرف يندم عليه بعد كده، لكنه كان بيستوعب ومتفهم وحنين وصدر واسع صلى الله عليه وآله وسلم. مشاعر الغيرة محتاجة صبر، فاصبر لما تلاقي حبيبك أو حبيبتك غيران. ربنا ياخد بأيدينا ويهدينا ويفهمنا ويعلمنا، والحمد لله رب العالمين.